موريتانيا ستشارك كدولة عربية تربطها مع الجزائر علاقات قوية، ولا شك أن موقف موريتاني والموقف الجزائري والإرادة المشتركة سيدفعان بهذه القمة إلى النجاح. نعقد في ظرف مهم، الظرف الأول هو التحول الذي يشهده العالم، الظرف الثاني على أنها تنعقد في يوم فاتح نوفمبر وهو يوم انطلاق الثورة الجزائرية، وهي الثورة التي كانت تشكل منعطفا حاسما في التاريخ العصري الجزائري. الجزائر سعت وتسعى، ولاحظنا على مستوى تصريحات السياسيين أو على مستوى كل الاستعداد، هناك عملية محاولة ودفع باتجاه توحيد الصوت العربي، باتجاه تلبية يعني احتياجات وتلبية طموحات الشعوب العربية. نحن في حاجة إلى وحدة صف عربي، خاصة تهم البعد التنموي. الجزائر بلد محوري وأساسي في المنطقة العربية عموما، وبالتالي هي مؤهلة بحكم موقعها، بحكم مكانتها، بحكم تاريخها، لأن يعني تلعب أدوارا مهمة في رفع التحدي عن الأمة العربية لوحدة الأمة العربية. أظن أن كل أغلب وجل بلدان العربية ستكون حاضرة وستستجيب لنداء الجزائر، نداء الوحدة، نداء الشمل.